بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين ذاكرين، حمدا كثيرا مباركا على نعمائه العظيمة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين. أيها الضيوف الكرام، من متحدثين ومشاركين في مؤتمر عمان الثاني للعلاقات العامة الإشاعة والإعلام، أيها الحفل الكريم، بتحية الإسلام المباركة نحييكم في هذا الصباح المفعم بحب العطاء الوطني. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. يطيب اللقاء بكم ومعكم في هذه الاحتفالية بافتتاح مؤتمر عمان الثاني للعلاقات العامة، والذي يحمل عنوان الإشاعة والإعلام، مما سيفتح آفاقا رحبة أمام كافة الإعلاميين والمهتمين بهذا المجال الهادف إلى تعزيز الوعي في المجتمع بخطورة الإشاعة وتأثيرها الاجتماعي والنفسي والأمني، والإطلاع على سبل الحد منها، وإبراز دور الإعلام في التعامل مع الإشاعة ودحضها في ظل وجود مخاطر متعددة مع انتشار شبكات ووسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت الأكثر تأثيراً في محيط الفرد والمجتمع، خاصة مع قلة تكلفتها وسهولة استخدامها دون وجود ضوابط ومعايير تضمن الاستخدام الأمثل والآمن لهذه الوسائل، مما زاد من انتشار الإشاعة في المجتمع. نبقى الآن مع عرض تقديمي عن الإشاعة يقدمه الأستاذ علي بن راشد المطاعني الأمين العام للمؤتمر، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. معالي الشيخ خالد بن عمر بن هون وزير الخدمة المدنية، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، المشاركين الكرام، صرنا نحييكم بهذا اليوم المبارك في هذه الفعالية البسيطة لكن بالمعنى الإعلامي، أصبحت اليوم تحتل اهتمام كبير لدى الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلد. حقيقة في البداية حنا نشكر معالي الشيخ دائما داعم على هذه المبادرات الشبابية، يعني دائما يعبر عن ثقته وعن تعزيزه لهذه الأفكار الطيبة. يعني حقيقة الإشاعة في السلطنة، إن هذا المؤتمر جاء بعد ما استفحلت الإشاعات في السلطنة بشكل كبير وتعددت وأصبحت لها تأثير كبير على الفرد والمجتمع، فجاءت الفكرة إنشاء هذا أو تنظيم هذا المؤتمر بقصد التوعية والتثقيف للإشاعة وخطورتها من كافة جوانبها الدينية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية. ونتمنى يعني في هذا اليومين من خلال أخوان المحاضرين ومن أساتذة الجامعات، أصحاب السعادة المكرمين وأعضاء مجلس الدولة والشورى والأساتذة الجامعة والمختصين من إخوان الوزارات، أن ما بعض أن نجلس ونتباحث في خطورة الإشاعة ودورها في المجتمع وخطورتها في المجتمع وكيف الحلول لها. فقبل أن يكون العقوبة لابد أن يكون نبذ أرضي للوعي لخطورة الإشاعة في المجتمع. أستأذنكم في تقديم عرض بسيط حول الإشاعات التي صارت في السلطنة في الفترة الماضية وتحليل بعض الجوانب. الإشاعة يعني ما نتوقع عنها كثير، كل يوم عارف ما هي الإشاعة، ما هي حتى الطفل يعني بخطورته على إن ينقل كلام غير دقيق في بطريقة غير مؤكدة المصادر. القرآن الكريم مثل ما قرأ المقري آية واضحة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتوجيه رباني قوي جدا، وفي آيات كثيرة ومواضع كثيرة للإشاعة في القرآن الكريم، وأيضا في السنة النبوية كثير من الأحاديث والسير تدل على هذا الكلام. فنحن لدينا كمسلمين وكعرب لدينا أرضية قوية بأن الإشاعة منبوذة معنا دينيا وفي السنة وفي العرف والتقاليد، لكن للأسف يعني الكبير يعني استشرت في كثير من المجتمع. أنا حقيقة عندي تجربتين للإشاعة،
وكانت أيضا لها تأثير على نفسي شخصيا. في عام 2002 هذا الجانب الاقتصادي سرت إشاعة عن طريق أحد وكالات الأنباء بث الخبر للدقائق الوطنية اللي في المملكة العربية السعودية، قالوا إن هو هذا دقائق فرنسي ويعبى في المملكة العربية السعودية. فكانت الشركة الوطنية محلات الجديدة ماسكة هذه الوكيل لهذه الدقائق، فكان يصدروا للسلطنة 30,000 كرتون في اليوم. فانخفض استيراتهم بعد إشاعة هذه، رغم أن كانت محدودة يعني إلا كانت تستشرف في المساجد، إلى 1000 كرتون في اليوم. فالأخوان في شركة الراكحي أصحاب الشركة أصحاب الدقائق الوطنية نظموا رحلة لعدم المسؤولين والإعلاميين في السلطنة للاطلاع على حقيقة أن الدقائق الوطنية ذبائح مذبوحة إسلاميا يعني، خاصة في المملكة العربية السعودية باعتبار أن السوق الأول للمملكة هو للدقائق الوطنية. فنظم لنا رحلة إلى المملكة العربية السعودية إلى القصيم في منطقة البريدة، فاطلعنا هناك على عملية ذبح الدقائق يعني كيف ذبح الدقائق. فعملوا لنا زيارة الساعة 12 بالليل، فسألناها قلنا لماذا تقولوا لنا الساعة 12 بالليل؟ قال لأنها أساس الحرارة ما نذبح من يطلع الفجر لا نذبح الدقائق. فتصور أن هذه الشركة خسرت، الوكيل اللي هو كان محلات الجديدة خسروا خسارة كبيرة من خلال إشاعة. فتصور يعني العملية يعني ينخفض استيراد السلطنة من 30,000 كرتون إلى 1000 كرتون، والمحلات الجديدة أغلقت بسبب خسارة من ضمنها هذه الأشياء. طبعا في الأخوان بيستعرضوا كثير من تأثيرات إشاعة وخسارة، أيضا في الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية. في أيضا حتى نفسي أنا في الفترة الماضية بعض الكتابات ما عاد واحد بيقدر يكتب شيء ضد المجتمع، فاتصل بي أحد من الأهل بيقول قلت أنت بخير؟ قلت نعم بخير. قلت في شاعر أنك متوفي. تصور إحنا أنا حزنت حقيقة لأن الوضع توصل لهي الدرجة إن واحد يقول لك عنك متوفي، وفعلا رسل لي الإشاعة في الواتساب. فحقيقة يعني أنا ألمت ذاك اليوم يعني لأي درجة وصلنا يعني. طبعا خطورة مثل ما تفضلنا ترويع الناس، وهذا أكبر حاجة، وخاصة أخبار الأمنية وحوادث وغيرها، اقتصاد اقتصادية، إشغال الناس وصرفهم عن أعمالهم. كثير الناس جالسة تصرف وقت على نقل إشاعة، يعني في حين في إمكان يستغل وقته في أشياء أفضل، خاصة أوقات الدوام. فعندما واحد يفتح وقت الدوام ويطلع إشاعة في الواتساب معناته ما يشتغل هذا. وايضا الافتراء والكذب، وايضا تشهير بالشخصيات، يعني اصبحت بعض الشخصيات يعني ما يقدر، يعني للاسف الكبير من خطوره الاشاعه يعني مسؤول حكومي سواء وزير او وكيل او شيء ما يقدر يتفاعل مع الوسط للتمام الاوساط بخوف ان الناس تنقل عن اشاعات غريبه وعجيبه. ولذلك هذا خسرنا تفاعل رجال الدوله معنا نتيجه هذه الاشاعات ونتيجه هذه الممارسات الخاطئه. فحقيقة نتمنى يكون هذا الشعار ولاد الشاعر. وشكرا لكم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤتمر عمان الثاني للعلاقات العامة الذي يأتي تحت عنوان الإشاعة والإعلام جاء ليجمع النخب الأكاديمية والعلمية والمهنية والإعلامية للتحاور والتناقش وتبادل الرؤى والأفكار فيما بينهم للخروج بأفضل الأساليب والأطر للاستفادة منها في إيجاد مرئيات حقيقية وحلول إيجابية للحد من انتشار الإشاعة بين أوساط أبناء المجتمع، وذلك للحفاظ على نسيجهم المجتمعي المبني على الصدق والأمانة في نقل المعلومة وتحري مصداقيتها من مصادرها الحقيقية. يسرني الآن ندعو المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة لإلقاء كلمة بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الشيخ خالد بن عمر المقبول وزير الخدمة المدنية الموقر راعي هذا المؤتمر، المكرمون أصحاب السعادة ضيوفنا الأعزاء والإعلاميون، أسعد الله صباحكم جميعا. في البداية لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ علي المطاني وفريق المستقبل على ما يقومون به من جهد حثيث
في تطوير الإعلام، ومثل ما قال الأستاذ علي تحريك هذا إلقاء حصى في المياه الراكد، وهذه مسألة مهمة جدا. أيضا الصديق علي المطاعمي معروف بمقالاته التي بين فترة وأخرى تعرف بالمشاكسة، ولكن هذا هو في الحقيقة دور الإعلام، بأنه يعيد النظر في الكثير من المسلمات والكثير، يعني لأنه نحن في نعيش في مرحلة صعبة جدا، وعلينا أن نفكر بطريقة أحيانا كثيرة غير تقليدية. فكل الشكر لهم وكل الشكر لجميع الضيوف من سيشاركوا في هذا المؤتمر. طبعا أعتقد أن الاختيار موفق جدا لموضوع الشائعات، لأننا نعلم جميعا الآثار المدمرة للشائعات. وصحيح أن الشائعات ليست بشيء جديد، الشائعات يعني منذ قدم الإنسان والصراع على هذه الأرض بين الإنسان وأخيه الإنسان، تستخدم الشائعات لأنها جزء من الحرب النفسية، وكيف تسيطر على الآخر بالحد الأدنى من الخسائر، كما يقول يعني الكاتب الصيني في فن الحرب سي تزو، أنه يعني المعركة الناجحة أو الحرب الناجحة التي لا تستخدم فيها الحرب أساساً، تستخدم فيها الحرب النفسية. وهذا الكتاب يعني فيه الكثير من الوسائل والحيل لكيف أنت تقضي على الخصم الآخر بالحرب النفسية بدون تستخدم السلاح. وتخيلوا هذا الكتاب عمره 2000 سنة يعني. فهذه الشائعات ليست بالشيء الجديد، ولكن ما هو الجديد إذن اليوم؟ أعتقد الجديد اليوم أن الشائعة تعيش عصرها الذهبي، تعيش عصرها الذهبي بوجود وسائل التواصل الاجتماعي وثورة الإنترنت التي سمحت للشائعة بحيث أنه تنتقل بين الجميع مثل النار في الهشيم، وتأكل الأخضر واليابس، وتدمر منجزات وأشياء كثيرة، وهي في ثواني وفي يوم واحد نستغرب كيف انتشرت هذه الشائعة. فالشائعات والتواصل الاجتماعي، على الرغم من شبكات التواصل الاجتماعي منجز حضاري رائع جدا، راقي جدا، المفروض كان يقرب الناس مع بعض، ولكن ما نشهده في عالمنا العربي خاصة في ظل هذه المرحلة السيئة جدا أيضا في تاريخ العالم العربي، من حروب واقتتال وتأجيج طائفي، زمن الفتن، يعني حالة مؤسفة جدا ويحزن الواحد. طبعا علاج الشائعات مثل أيضا ما جاء في هنالك الكثير من الجهد، يعني ومسألة المتحدث الرسمي مسألة مهمة جدا، وأعتقد أن الحكومة تدرس هذا، ومثل ما شفنا الآن في السنتين الأخيرات جميع الوزارات والمسؤولين مهتمين بأن تكون هنالك لهم حسابات في تويتر وفي فيسبوك وفي الإنستغرام أحيانا، لكي يعني الرد المباشر على هذه الشائعات التي تنال من الإنجازات العمالية. أيضا تنمية الشعور بالمسؤولية، يعني الشائعات تأكل من إحساس المواطن بأنه هو مسؤول ويصبح إنسان لا مسؤول، يعني ما عاد يعني عنده فرق بين هذا وهذا، لأنه من كثرة السموم التي أطلقت عليه بأنه هذا فساد وهذا خراب وهذا سرق، يعني خلاص. فبالتالي يجب أن نقوم يعني بهجمة مرتدة على ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي بتنمية الشعور بالمسؤولية لدى المواطن، لأن المواطن هو حارس التنمية، هو الإنسان الحقيقي الذي مستفيد والوسيلة وكل شيء، المواطن المسؤول الذي لديه الوعي التام بما يحدث حوله في العالم. ومن هنا وجب تقوية دور الإعلام في بلادنا، لأنه يساعد على توسعة المدارك، سواء كانت صحف، إذاعة، تلفزيون، مش الواتساب. الواتساب هذا نوع من الانترتينمنت، يعني من التسلية فقط، لا يمكن أن يعني نأخذ منها معلومات موثقة، لا فيها معايير ولا فيها، وكل واحد يأتي كما قلت يسرف في زيادة بعض الأشياء. إذا نحن بحاجة أيضا إلى محاسبة الناس الذين يسيئوا إلى هذه النهضة العمانية، يسيئوا إلى كل ما هو رائع وجميل في هذا المجتمع. وأتوقع يعني أيضا قادة الفكر والكتاب والصحفيين يجب أن يكونوا، وأساتذة الجامعات أن يكون لهم دور قوي في وسائل التواصل الاجتماعي، أن دائما نكون متواجدين وبقوة، لا نخليها فقط للمراهقين و الناس الذين ما عندهم أي شعور بالمسؤولية ولا الوطنية. يجب أن نكون متواجدين بقوة وأن نرد على هذه الشائعات، وتضافر جهودنا جميعا في هذه السفينة العمانية، من شأنه أن يقلل من هذه الشائعات لكي نتفرغ لمعركتنا الحقيقية وهي التنمية. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم. العلاقات العامة للإشاعة والإعلام.
سيستعرض عدة تجارب عملية لمواجهة الإشاعة وسبل الحد من خطورتها بأبعادها القانونية والأمنية والاقتصادية والتقنية ودور الجهات الحكومية والأهلية في مواجهة الإشاعة بالسلطنة والجهود المبذولة من قبل المؤسسات المعنية في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة الإشاعة وأثرها على الإعلام والمجتمع والبعد الديني للإشاعة ودور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعة ومواجهتها. يسرني الآن أن أدعو الأستاذ حسن الحسن رئيس الجمعية الدولية للعلاقات العامة فرع الخليج لإلقاء كلمته بهذه المناسبة، فليتفضل مشكورا. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، إخواني أخواتي في المهنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ندخل في موضوع ملتقى اليوم الشائع، أحب أعطيكم فكرة ولو بسيطة عن الجمعية الدولية للعلاقات العامة فرع الخليج، ولكن أبدأ أنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم في يوم عمان للعلاقات العامة نيابة عن زملائي وزميلاتي أعضاء الجمعية الدولية للعلاقات العامة فرع الخليج وأعضاء مجلس الإدارة. أرحب بكم جميعا في أحد نشاطات زميلنا نائب رئيس الجمعية في عمان أمين عام المؤتمر أستاذ علي المطاعمي. أقدم شكري له ولجميع فريق العمل على هذا العمل الرائع. إن وجودي اليوم وتمثيلي لزملائي في الجمعية يحمل معه ما أخذته الجمعية على عاتقها من دور لتأسيس منصات علمية للالتقاء بالمهنيين والممارسين لهذه المهنة السهلة الممتنعة وفق مفهوم التبادل المعرفي، وهو ما تمثله تحديداً البرامج التدريبية والمؤتمرات والملتقيات والندوات وكافة الأنشطة المدرجة على جدول أعمال الجمعية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية العلاقات العامة والاتصال وصقل المهارات لدى ممارسي الجمعية. لقد قامت الجمعية بتنظيم عدة ورش عمل ومؤتمرات خلال الأشهر الماضية، منها على سبيل المثال بناء إدارة الإعلام الجديد في المنظمات، لقاء إبرا الشهري الإعلام والأرقام، صناعة القيمة في تويتر، استراتيجيات بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة، منتدى المسؤولية الاجتماعية في الأندية الرياضية. كما نتطلع لتنظيم المزيد من ورش العمل والفعاليات التدريبية في مجال العلاقات العامة والاتصال والإعلام في كافة دول الخليج، بالإضافة إلى المؤتمر الدولي للجمعية المزمع عقده في أكتوبر القادم في دبي. الحضور الكريم، خلال يومي المؤتمر سنكون على موعد مع العديد من الأوراق والأطروحات حول وسبل تفادي وتقليص تأثير الشائعات وأخطارها في مختلف القطاعات والمؤسسات. يسلط هذا المؤتمر الضوء على أحد أهم التحديات التي تواجه مسؤولي العلاقات العامة وتتطلب نقاشها ودراستها وبحث أفضل وأحدث السبل، ليس فقط في التصدي لها بل في تفاديها والحد من انتشارها في مهدها. وهنا تكمن قدرة ومهارة وأهمية العلاقات العامة في المنطقة، فلطالما تعلق نجاح مهمة العلاقات العامة بالجاهزية والاستباقية في التصدي للتحديات التي تواجه المؤسسات في جميع القطاعات. إن سلاح وفيروس الشائعات ليس وليد الحاضر كما تقدم به المتحدث، ولطالما تم استغلاله في الحروب السياسية والاقتصادية وكذلك الشخصية.
إننا في الجمعية الدولية للعلاقات العامة فرع الخليج ندعو جميع المهنيين في الإدارات، في إدارات العلاقات العامة والاتصال والمؤسسات في مختلف القطاعات، التشبث بقيم المهنة ومبادئها وفتح قنوات الاتصال الداخلي في المؤسسة والخارجي مع الجمهور المستهدف وجميع وسائل الاتصال القديم والجديد خصوصا، وممارسة الشفافية كمبدأ. في الختام أشكر فريق العمل وعلى رأسه الأمين العام على اختيار هذا الموضوع الحساس والمهم، وشكرا لكم جميعا للحضور والاهتمام، متمنيا لكم برنامجا ثريا وممتعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجانب التقني في مجال الإشاعة يعد من بين أبرز الجوانب الهامة في منظومة الحد من انتشار الإشاعة بين أوساط أبناء المجتمع، لكون أن انتشار التقنيات الحديثة جعلت من الإشاعة موطناً خصباً للكثير ممن تسول له نفسه العبث بالمصالح الوطنية. يسرني أن أدعو الآن المهندس بدر بن علي الصالحي المدير العام لمركز السلامة المعلوماتية لتقديم عرض مرئي مشاركة من المركز في هذا الاحتفال، فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية الموقر، راعي الحفل، أصحاب السعادة، أعضاء مجلس الدولة والشورى المكرمون، أيها الحضور الكريم، والسيدات والسادة، ممثلي وسائل الإعلام، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير، وأهلا وسهلا بكم ضمن هذا المؤتمر ذو الأهمية الفائقة في ظل ما تشهده الساحة المعلوماتية من تطور مضطرد في مجال الإشاعة والرقمية تحديدا. ما سأتناوله ضمن هذا العرض المرئي بعد توجيه الشكر للجهة المنظمة لهذا المؤتمر وعلى رأسها الأستاذ علي المطاعني على دعوتهم الكريمة لإلقاء ضوء على هكذا موضوع من منظور المركز الوطني للسلامة المعلوماتية كمركز متخصص ومعني بمجال الأمن الإلكتروني بشكل عام وقضايا وجرائم الأمن الإلكتروني بما في ذلك الإشاعة الإلكترونية أو الإشاعة أيا كانت، سيما إن كان مصدرها أو البيئة الحاضنة لها إلكترونية. ما سأتناوله هذا اليوم هو التعريف بداية بالفضاء الرقمي كبيئة حاضنة للإشاعة، ليس فقط للتعرف على التحديات التي توفرها هكذا بيئة حاضنة، ولكن كذلك لتساعد الجهات المعنية والمسؤولين في التعامل مع هكذا إشاعة والحد من انتشارها. وسأتطرق إلى بعض تأثيرات الإشاعة سيما على الأمن الوطني والقومي، وما يشمله كذلك من تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية، معرجا كذلك على بعض الإحصائيات المحلية في السلطنة في ضوء ما تعامل معه المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالتنسيق مع مؤسسات إنفاذ القانون في قضايا شبكات التواصل الاجتماعي، والتي في كثير من الأحيان يندرج تحتها موضوع الإشاعة أو نقل معلومات خاطئة. ولكي نتعرف على هذا الأمر بصورة أكثر تفصيلاً، لا يوجد من لغة الإحصاءات شاهد عيان لنستطيع من خلاله معرفة حجم هذا العالم الافتراضي الذي وفر هذه البيئة. سكان العالم تقريباً 7 ملايين نسمة، مستخدمي الانترنت 42% من هذا العدد، أي ما يعادل 3 مليار شخص تقريباً يستخدم خدمة الانترنت. أما مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل الاجتماعي فيقدر بمليارين ومئة ألف، منهم 1.7 مليار مستخدم نشط ضمن هذه الشبكات. والجدير بالذكر أن 3.6 مليار مستخدم للأنترنت يستخدم الهواتف النقالة للولوج إلى هذه التقنيات. بطبيعة الحال لو نظرنا إلى تقنية الأنترنت كبنية رئيسية تعمل من خلالها شبكات ومواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، لرأينا أن انتشار شبكة الأنترنت مقارنة بباقي التقنيات كان له السبق. فلو نظرنا إلى تقنية الراديو، استغرقت هذه التقنية للوصول إلى 50,000 مستخدم قرابة 30 سنة، في حين أن جهاز التلفاز أخذ لنفس المدة قرابة 13 سنة. أما بالنسبة للأنترنت فوصلت إلى هذا العدد في غضون 4 سنوات فقط. هذا بالنسبة للأنترنت. أما فيما يتعلق بالتطبيقات الأخرى
كالفيسبوك وتويتر وما إلى ذلك فهي بلا شك قد أخذت أوقات مختصرة جدا. الفيسبوك له 1.4 مليار مستخدم وهناك 500 حساب ينشأ في الدقيقة الواحدة. ولو نظرنا إلى الفيسبوك كبلد لعلنا نصنفه ضمن يعني أكبر دول العالم تعدادا للسكان كالصين والهند. تويتر 284 مليون مستخدم، 500 مليون تغريدة يوميا، لو جمعت في كتاب لكان من 10 مليون صفحة. هذا الكم الهائل من البيانات والمعلومات، ولعل النسبة الأكبر من هذه المعلومات تدخل ضمن محتوى الإشاعة. أما فيما يتعلق بالإنستغرام 300 مليون مستخدم، هناك 70 مليون صورة ومقطع صور يتم تداوله عبر الإنستغرام بشكل يومي، وفي اليوتيوب 100 ساعة من الفيديوهات يتم تحميلها بشكل يومي، و6 مليارات ساعة يتم مشاهدتها في الشهر الواحد. فإن أشأت أن تنشر إشاعة فلك الخيار أي هذه الأدوات أكثر فعالية، وإن أشأت الرد على هذه الإشاعات فلك كذلك أن تختار ما هي الوسيلة الأنجع والأجدى. تطبيقات أخرى 100 مليون مستخدم للفايبر في الصين، 639 مليون مستخدم للكيوزون، الويتشات في الصين كذلك 468، الواتساب 600 مليون، والسناب شات 100 مليون مستخدم. وما يميز السناب شات أن 70% من مستخدمي السناب شات هم من العنصر النسائي. ما الذي نستخلصه من هكذا معلومات؟ لعلي ذكرت أن الغرض من هذه الإحصائيات ليس فقط التعريف بحجم هذه الإمبراطورية الافتراضية الإلكترونية لنشر الإشاعة، ولكن كذلك هي وسيلة للجهات المعنية بالتعامل مع الإشاعة ومن أي زاوية ينظر لها، إذ أن الإشاعة أصبحت اليوم منظمة ومنهجية. هناك جهات ومؤسسات ودول تعمل على نشر الإشاعة، بل أصبحت الإشاعة كعلم يدرس. ولعلي يعني من خلال هذا العرض استطيع أن أعطيكم دورة تدريبية في مجال نشر الإشاعة إن أحببتم، أو التعامل مع الإشاعة إن أردتم. لأنها أصبحت بالفعل كعلم يدرس، تبدأ بالإعداد. الدكتور الأستاذة أمامة اللواتي. الأستاذة سلمى الحجرية، الرئيس التنفيذي لشركة فكرة للإعلام. الباحثة الإعلامية في لجنة الإعلام والثقافة. شركة صلالة للمثلون.